النهاردة إن شاء الله حسن هيعمل لنا مكرونة بالخضار والشاورما. نقول طريقة الشاورما الأول. لحمة متقطعة قطع صغيرة جدا اللي هي لحمة شاورما، زبادي، بصل، ثوم، خل، فلفل وملح وزعتر. لحمة شاورما، زبادي، بصل، ثوم، خل، فلفل وملح وزعتر. احنا دلوقتي بنعمل الشاورما اهو. حطينا الزيت بتاعنا وحطينا شوية بصل، شوية ثوم صغيرين، ومقطعين اللحمة اهي زي ما حضرتك قلتي. ايوه. تقطيعها رفيعة قوي. ايوه. ولازم لما نقطع اللحمة دي نحطها في التلاجة شوية. أو في الفريزر يعني. بعد ما تتقطع؟ يعني ما تتعملش فريش. لحمة الشاورما أهم حاجة فيها إن هي تتحط في الفريزر. إن لو حطيناها وهي فريش هتشد معاك ومش هتستوي خالص.